فن تعامل الاطفال بحب مع الناس. برحب بحضرتك معانا استاذ سحر، وسعاده جدا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. يعني الحقيقه احنا في شهر فبراير، ومن المعروف ان شهر فبراير ده يعني الشهر اللي فيه احتفال مهم جدا، احنا الناس بتحتفل مع بعضها كده بعيد الحب. يعني احنا في نظرنا دايما الحب مرتبط برجل وامراه، لكن في حب باشكال تانية مختلفه كتيره جدا. في حب من الام لاولادها، حب من الاب لاولاده، حب من الاخ لاخته، حب من الاخت لاخوها. يعني في انواع من الحب كتيره جدا، مش قاصره على فكره الحب بمعناه العاطفي. يعني احنا النهارده مع حضرتك خدنا شكل من اشكال الحب دي، واحنا في الشهر ده عشان نشوف نتكلم مع التعامل، فن تعامل الاطفال مع الناس بحب، اني ازرع في اطفالي الحب للناس والمحيطين بي. هنفهم من حضرتك يا استاذ سحر ازاي ممكن نعمل ده. كل سنه وحضرتك طيبه الاول. بس تعالي انتي بالصحه والسلامه، كل المشاهدين بالصحه والسلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هو احنا بس عايزين الاول نقول ان التعامل الطفل عبارة عن مخزن انت بتحطي فيه كل حاجة، وخصوصا في السن الصغيرة لغاية سن 9 سنين، لغاية ما يوصل لمرحلة الإدراك، إدراك التصرفات. الطفل بيتعلم بحاجتين مهمين جدا، بحاجة اسمها النمذجة، والتانية التدريب. خلينا نبسط، النمذجة دي يعني عبارة عن القدوة. الطفل بيتعلم بالقدوة، الأول هو بيشوف، وبناء على اللي بيشوفه ده هو بيقلد زي البغبغان. فلو حضرتك بتتصرفي بحب هو هيلقط منك هذا التصرف. عايزين نعلم ولادنا من وهم صغيرين في الفتره اللي احنا بنخزن فيها بقى، اللي هي فتره ما يبدا من بعد سن 2 سنين، هو بيبدا الطفل يصور كل اللي بيشوفه جوه عقله. فمن بعد سن 2 سنين تبداي حضرتك لما يتصرف قدامك تصرف خاطئ تبداي توجهيه، تقولي له لا ما تعملش كده، لا كده مش كويس، لا كده مش حلو، ما تطنشيش وتقولي صغير، علشان هو ده اوريدي بيترسخ في عقله، وبيفضل يترسخ في عقله لغايه ما يوصل لمرحله انه يبقى عاده. فانت ما تستنيش الموقف لما يبقى عاده. وخصوصا اللي انا بشوفه قصه ان ما عندهمش رحمه مع الاطفال زمايلهم. يعني بيروح المدرسه يضرب زميله في وشه، ما بيتعاملش معاه بحب. ليه؟ لان حضرتك ما علمتهوش في البيت قبل ما يروح المدرسه انه يتعامل مع اخواته بحب، او يتعامل مع باباه بحب، او يتعامل معاكي انت نفسك بحب. دايما لما بيغلط انت بتعاقبيه، وبتعاقبيه عقاب بالضرب. الضرب لا يولد الا الضرب. حضرتك هتضربيه في البيت عشان انت كبيره، هو هيروح يمسك الاصغر منه يضربه. يا ريت يعني ايه نخف شويه من السلوك العنيف اللي احنا بنتعامل مع اطفالنا بيه، لان احنا بنكون نشأ وبنربي نشأ. فمش هينفع ان انا اتعامل معاه بعنف وانا جوايا حب. طب ليه ما بظهرلوش الحب ده علشان يبدا هو يقتبسه مني وينفذه بره؟ مع حضرتك جدا. طيب ده كلام مهم قوي، ويمكن حضرتك بداتي بدايه يعني فعلا مهمه قوي استاذ سحر، فكره القدوه، وان احنا اللي بنزرعه في اولادنا هو اللي لازم هنحصده بعد كده. طبعا ففكره زرع الحب دي رائعه. هل في مشاهد للقدوه اللي يشوفها عند الاب والام باعتبارهم طبعا هم اول حد بيتعامل معاه عشان يقدر يخرج الحب ده للناس بعد كده في المدرسه او في المجتمع اللي حواليه؟ هو اساسا فكره ان انت تحضني الطفل. طبعا. يعني يجي فتاخديه في حضنك. يعني فكره ان لما يجي يتخانق لو له اخ اصغر منه او اخ اكبر منه، فكره ان انت تقولي له بوس اخوك، احضن اخوك. لما يكون في مناسبه او حد فيهم زعلان من التاني تقولي له احضنوا بعض، تعملي بينهم بعض نوع من يعني انواع المشاعر. لازم اوقف على كلام حضرتك ده، لانه اهم كلمه حضرتك قلتيها يعني في حياتنا كلنا ما بناخدش بالنا منها. كتير قوي تسمعي امهات انا بحب اربيه، فبحب اربيه فدايما بزعق دايما كده. يعني نتخيل ان التربيه هي الصوت العالي وانها العنف. تقول لحضرتك ايه بقى بعد ما بينام؟ بفضل بقى ازعل اللي انا عملته طول الوقت ده، وبفضل احضن فيه وابوس فيه، هو اصلا ما شافش الحضن والبوسه دي تماما. بالظبط كده. وفكره التعامل الاخوات مع بعضهم، يعني الحقيقه دي برضو يعني حضرتك قلتي كده، لانه هو التعامل الاول خالص مع الناس هو التعامل الاخ مع اخوه، هو ده طبعًا. فكره الاحتكاك بالاخر وتعاملك انت معاه. فدي حضرتك مهم قوي يا استاذ سحر، يا ريت نقولها، لانه فعلا يعني ما يبقاش في تفرقه ما بين الولد والبنت، ما يبقاش في تفرقه ما بين الاخ الاكبر والاخ الاصغر، اصل ده اخوك الصغير فابدا اعامل الولد الاكبر على انه كبير وهو طفل برضه مثلا يعني. بالظبط كده. فالحاجات دي مهمه قوي، يا ريت حضرتك تشرحها لنا اكتر. طبعا
هو اساسا فكره ان انا اعلم الطفل الصغير، اولا عايزين بس نقول مقوله كده قالها احد الحكماء، قال لك تحلى بالادب والاخلاق فياخذ المملوك المملوك العبد المملوك مجالس الملوك. الله. فاذا تحلينا بالادب في يوم من الايام الادب ده هو اللي هيوصلك انك تبقى فأعلى المراكز وأعلى المناصب، وكلنا عايزين نشوف ولادنا في هذا الموقف. الولد أو البنت الصغيرة هي ما بتبقاش عارفة أن التصرف ده غلط، فأنت لازم حضرتك تراقبيها، هي ليه بتعمل كده، هي ليه بتتصرف كده، ما تعمليش بينها وبين أخوها غيرة، لأن الغيرة دي أنت اللي هتدفعي ثمنها قدام. خليهم دايما يحسوا أنه مفيش فرق بينهم، ان انت بتحب زي ما بتحبي الولد زي ما بتحبي البنت، ما فيش حاجه عشان هو اخوك الولد، ما فيش حاجه اسمها كده، وما فيش حاجه علشان هي اختك البنت. اختك البنت يعني يخاف عليها، يعني يرعاها من منطلق ان هي مسؤوله منه، مش من منطلق ان هي ملهاش شخصيه. احنا دايما عندنا بنربي الولد على انه الولد ياخد النصيب الازيد عن البنت. صحيح. وده غلط. الولد زي البنت، ربنا ما فرقش بينهم في العبادات، ولا فرق بينهم في التعاملات، ولا فرق بينهم في الكلام، ولكن بنقول ان الولد بيراعي البنت علشان البنت كائن ضعيف ورقيق، فهو بيحميها بيديها الحماية والامان، مش بيتسلط عليها ولازم يقهرها. خلينا نقول ان احنا لازم فعلا يبقى في ذهننا كده واحنا بنربي اطفال، نربيهم صح. ما ينفعش اقول انه اختك هي تقوم باعمال المنزل وانت لا. على فكره الولد زي البنت بيساعد طبعا البنت. طبعا ما ينفعش اختك بترتب لك سريرك، يعني عايز حاجه التعاملات اليوميه، ريت بجد دي هتولد الحب. ما هي دي بتندرج تحت بند اتيكيت، ان انا لازم اعلمه الاتيكيت. حلو قوي. اعلمه الاتيكيت من اول ما يقول من فضلك لا اديني الشيء الفلاني، ويمارس ده في البيت مع ماما وبابا. ما فيش حاجه اسمها انت تعالي، يعني ايه انت تعالي يكلم مامته بالطريقه دي؟ لا، لازم يتعلم يقول لمامته حضرتك. صحيح. حتى جوه البيت. صحيح. يتعلم ان الكبير ده يتقال له حضرتك، يتقال له من فضلك، لما ياخد منه حاجه يتقال له شكرا. مفيش حاجه اسمها يخلي ماما بتكلم خالته يروح مقطعها. حلو قوي يا استاذه رحمه، حضرتك ويقطعها في الكلام بطريقه وماما تضحك وتبتسم وها طفل. لا، حضرتك بتربي فيه سلوك، السلوك ده حضرتك هتعرفي قيمته لما يكبر والناس تقول عليه غير مهذب، لانه هيتعود يقاطع الناس الكبار وهم بيتكلموا. حضرتك لازم ما تفوتيش التصرفات دي، من اول لما ياخد حاجه تقولي له قول شكرا، من كتر تكرارك للكلمه هو هيتعود يقول شكرا. مفيش حاجه اسمها يفتح عليكي باب الاوضه ويدخل، في حاجه اسمها يخبط على الباب المقفول ويستنى بره الباب لغايه ما اللي جوه ياذن له بالدخول. مفيش حاجه اسمها حضرتك تفوتي وتقولي مش مهم صغير، لا، يعني حضرتك عودي، لان هو بيتعلم بالممارسه. الممارسه دي ممارسته للشيء هي اللي هتخليه يرسخ جوه عقله، لكن لو كل مره انت طنشتي وقلتي مش مشكله ما هو لما يكبر يفهم، لا، حضرتك بتعملي كده غلط، هو بيتعود ان ده عادي، وان هو هيفضل بالسلوك ده وهيستمر معاه، وهو هيتعب وانت هتتعبي. علميه شاركك في نظافه البيت ونظافه سريره وترتيب السفره ويشيل طبقه اللي مش نظيف. علميه ان يعلق هدومه وما يرميهاش في الارض. علميني ما وسخش المكان اللي هو قاعد فيه. علميني لما حد يعمل له حاجه يقول له شكرا. علميني لما حد كبير يطلب منه حاجه يروح بسرعه يلبيها له وما يقولوش مش رايح. علميني يبتسم في وش الناس. علميه انه يرحم الاصغر منه، علشان ده بيعمل حاله من حالات الحب جواه وان الناس تحبه. علميه انه يستأذن قبل ما ياخد حاجه حد. علميه انه لما يروح يزور صاحبه في البيت يشكر اهل البيت اللي هي مامة صاحبه وباباه ان هم استضافوه اساسا، لان هو مش زميله اللي استضافه، هو بابا مامته وباباه هو اللي استضافوه. علميه انه يبقى عنده شخصية وخصوصية في انه يختار حاجته، ما تحجريش عليه، ما تتلصصيش عليه. حلو. ما تتسنطيش على مكالمات التليفونات بتاعته علشان هو ما قلتكيش ويعمل كده. وكل ده عارفه حضرتك، يعني كل السلوك اللي حضرتك بتتكلمي عليه الاتيكيت التعامل ده طبعا هو اللي هيولد الحب مع الناس. بالزبط. يعني الناس هتحبه وهو هيحبه. بالظبط كده. الشخصيه دي علميه انه يبقى هو بيقدم العاطفه،
هو عنده روح التعاون مع الناس. علميه لما يشوف قطة يقول حرام القطة دي مش لاقي حد يأكلها فممكن يديها لقمة. علميه انه لما يلاقي الناس بتضرب كلب يقول لهم حرام ما تضربوش الكلب، كلب ده روح، ده بني آدم. علميه يهتم بالزرع عشان ده بيعمل جواه حالة حب. علميه يستمتع بالأكل هو بيأكله مش يوسخ الدنيا ويرهقك بالتنظيف. علميه يستخدم الشوكة والسكينة عشان الناس ما تنتقدوش برة. يعني ده طبعا سلوكيات كل اللي بنقوله ده يندرج تحت فن الاتيكيت، وفن الاتيكيت بيولد طبعا شخصية متوازنة محبوبة بعد كده جدا. بعد شوية هتلاقي الناس بيقولوا الله لأدبه، بيحبوه عشان هو مؤدب، علشان هو بيستأذن لما يجي ياخد حاجة، علشان هو لما بيجي يتواصل مع الكبير بيقوله حضرتك، وبيناديه باستاذ فلان وطنط فلان فلانه، وبيناديهم بألقاب محببه لنفسهم. زمايله بيحبوه لانه ما بيسخرش من حد، ما بيتمسخرش على حد ولا بيتريق. علميه لو عمل كده قدامك ولقيتيه اتمسخر على واحد علشان عنده اعاقه جسديه ولا عنده اعاقه نفسيه ولا بيتهته في الكلام، علميه انه معيب ما يتريقش عليه، ان ده سلوك مش حضاري. دي حضرتك تحتي نقطه برضو مهمه جدا بتحصل في المدارس مثلا. طبعا انه مثلا الفصل الدراسي يبقى ولد اتخن شويه من الاطفال فيتقال عليه القاب مش محببه. بالظبط. ولد اطول من الاولاد فيقول الاولاد الاقصر مثلا انك اقصر منهم. يعني ولد مثلا متفوق والتاني اقل دراسيا ممكن يبقى في مثلا معايره بالمستوى الدراسي. احنا الحقيقه بجد يعني مش عارفه ازاي ممكن اطفال تعمل كده. هو الطفل زي داخل البيت يخلي الاطفال تعمل كده مع بعض. بالظبط كده. هو الطفل زي ما حضرتك بتربيه بالظبط. يعني لو انت ربيتيه لطيف ولذيذ وبيتعامل بلطافه مع الناس وبيستاذن ويرحب بالناس ويبتسم في وشهم هيطلع كده، لان هو هيجيب المعلومه بتاعته منين؟ هو بيستسقي المعلومه منك. فانت لو انت طنشتي وكبرتي لا معلش سيبيه لما يكبر هيتعلم، لا ما هو مش هيلاقي حد يعلمه. ما هو انت لو ما خدتهوش في السنين الاولى من حياته وربيتيه انه يبقى محبوب، يا ازاي يبقى محبوب لما يبقى مؤدب؟ لما هتبقى الناس كلها بتحبه. لما يبقى عنده الالفاظ الجميله اللي بتخلي الناس تستقبله ويبقى عنده البشاشه اساسا. يعني انت علميه انه لو ابتسم في وش الناس دي صدقه. علميه ان ربنا سبحانه وتعالى او في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام التبسم في وجه اخيك صدقه. ده مش للكبار بس، ده للصغيرين كمان. بالظبط. مش هقول لكبار بالظبط. دي حاجه بتتسامي اهو بجد. علميه ان الابتسامه دي بالظبط نضحك في وش بعض، يعني حاجه جميله ان احنا نضحك. علميه لما يطلع المواصلات ويلاقي واحده ست كبيره يقوم ويقعدها ما يقولش وانا مالي. علميه الرحمه بالكبير وخصوصا كبار السن، ده هيعمل له جواه حاله من حالات الحب لكل الناس. بالظبط كده. علميه ما يبقاش اناني، يعني ما يبقاش عايز يستحوذ على كل حاجة. لا، علميه روح التعاون، ان ده روح التعاون من الحب. ما هو انت يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة من شح. فازاي انك تعلميه يدي، مش يدي سندوتشات عشان ما ياكلهاش لا بس يدي الفائض عن حاجته هو ياكل ويدي زميله. معهوش ممكن يقسم. بالظبط، يقسم معاه. ما تعلموهوش، ما تقولوش ما تديش حد، لان ده هيعلمه الانانيه. مفيش مشكله ان صاحبه لو ما معهوش نفس الادوات يستلف منه الادوات. بالظبط، يستعملها. علميه التعاون والحب علشان يستمر الحب لما يكبر. بجد احنا مش عارفين نقول ايه والله. يا استاذ حضرتك اوجستي بشكل جميل جدا 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 ازاي نخلي اولادنا اولا حابين نفسهم وحابين اسرتهم وحابين محاطين بيهم. كل توفيق لحضرتك جدا. بنشكرك استاذه سحر السلموني مدرب فن تنميه الحياه، وبتوفيق دايما ان شاء الله. اشكرك. ميرسي. نشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام. فاصل سريع وبعد الفاصل اقوال ماثوره، وهنرجع مع مره ثانيه مع حضراتكم ونشوف فقراتنا وحديثنا عن التكنولوجيا الاطفال بعد الاقوال الماثوره. انتظروا.